وده الجزء السادس كلكيت تاني مره من لعبه سبوكيز هاوس اوف جامب سكيرز. انا اسف جدا بس فعلا والله انا كنت بسجل، كنت فاكر ان انا بسجل يعني، ولقيت نفسي عند 400 544، واللوجو بتاع التسجيل كان لونه ازرق فيما معناه ان هو بيسجلش. فكويس ان انا لحقت قبل ما نوصل للغزلان يعني، وبرده كويس ليكوا عشان مش تضطر تتفرجوا على حصل في الاول، اللي هو كان فيه الكاركتر اللي بتخلي الحيطه عامل زي دم وكده كانت بتجري ورايا، بس الحمد لله ما عملش فيها حاجه. فهنكمل دلوقتي من روم 544. بس انا متضايق جدا فعلا ان انا ما كنتش بسجل يعني، انا قلت حاجه مهمه في الفيديو مش فاكر كانت ايه، بس الملخص يعني ان انا لما اشوف الغزاله مش هحاول اضربها. انا كنت فاكر الاول ان هو باس فايت، بس واضح ان انا كنت غلطان. فاول ما اشوفها هطلع اجري خلاص. بس يا شجره يا كيوت. بس ودينا وصلنا للغابه تاني. هنا بقى احنا نركز ونخلي بالنا من الغزلان. ماشي، نستنى الهيلث يملا. تمام تمام تمام. وادي الاكس، عايز بقى اعرف تتكسر مره واحده. اتنين مرتين. اوكي هوب. اوكي كويس. اوعى على. اوكي اوكي ادي الباب. هو اني باب يا جماعه؟ اوكي انا بس بحاول ان انا استنى الهيلث يملا عشان الكاركتر القذره دي، ونبدا نجري. تاكس بيقول حاجه من اللذين. بيقول ايه؟ لا ليه الكوريدور ده طويل كده؟ اوكي 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 حلو حلو حلو. موسيقى جامده بغباء يا جدعان، مش ممكن. ايه ده؟ خلصنا منه؟ انا مش مصدق نفسي يا جدعان بجد. كويس، انا فخور بينا. في اصوات تانية بس مش مشكلة. عشرين اوضة بس، عشرين اوضة بس ونقفل الفيديو ده. مش عارف هو انا بقيت عندي مناعة ولا ايه، بس الحمد لله يعني، انا مبسوط ان انا مش بتخض. مش عايز منك حاجة. طب احنا عملنا ايه باسورد تشيز دي؟ استفدنا منها ايه؟ الأوضة دي انا بكرهها. الله. لا 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 اكيد مش هنموت دلوقتي.
فعلا فعلا جامب سكيرز بمعنى الكلمه، يعني دي اكتر لعبه تستحق اللقب ده، مفيش لعبه تانية تستحق اللقب ده. يعني كويس ان هي واخداها. يا جماعه صدقوني اللعبه دي بتعلم ميتابوليزم، اللي عايز يخس يلعب اللعبه دي، الهارت ريت بتاعك هيزيد والكالوري انتاج بتاعك هيزيد عشان هتبقى محتاج تحرق كالوريز كتير، فهتتبسط وتاكل براحتك. يعني اللعبه فيها كل حاجه انت عايزها، اوضه واحده بس. الحمد لله، نعمل سيف الاول بس كده. الحمد لله. كاب اوف تي. I think the effectiveness of the specimen. ماشي، ده كان الجزء السادس من لعبة Spooky's House of Jump Scares. فضل لنا من روم 600 ل 700، دي جزء 700 ل 800، 800 ل 900، 900 ل 1000. فضل لنا أربع أجزاء لسه، فده على الأقل يعني ممكن يكونوا خمسة، أنا معرفش. فنقفل الفيديو ده هنا وأشوفكم الفيديو الجاي. فيا إما طالما بكرة يبقى هتشوفوا لعبة غير دي، يعني هو أنا هحطها يوم ويوم، فأشوفكم الفيديو الجاي ويا سلام.